جاهز يا فندم؟ اتفضل يا استاذ ياسر. انا بس الاول احب في الكلام نضع حاجه بسميها الاطار الجامع لما نتكلم فيه. لما نتكلم في حلم شعب وشعوب كانت تأمل بالعيش والحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه. هذا الشعب المصري او الشعب السوري ليس بدعة من الشعوب، شعوب مرت باللي احنا عملناه ووقعت باللي احنا وقعنا فيه ونجحت ايضا في تجاوزه. في 10 نقاط مهمين جدا نعرفهم. اول شيء، كل الصراعات والنزاعات محليه حرب اهليه انتهت في النهايه على طاوله المفاوضات. ازاي؟ هنشوف هنحكي عنها ازاي. الامر الثاني، امتلاك مهاره التفاوض والبدائل بدهيا من بدهيات القياده. مفيش قائد يقول لي انا ضد الانسحاب وضد التفاوض. انت قائد تمتلك الكر وتمتلك الفر. النقطه الثالثه، التفاوض وقبول البدائل لا يعني ضعفا، بل يعني المسؤوليه السياسيه. ونفرق بين المسؤوليه السياسيه والقناعه الشخصيه. الرئيس مرسي عندما قال دمي فداء للشرعيه، بطل وصمود، لكن عبر عن قناعه شخصيه لم يراعي فيها في نظر المسؤوليه السياسيه. الامر الثاني، وقف النزيف وخفض الخسائر هو نصر وليس خساره. الأمر السادس، كل ما يؤمن المستقبل لابد أن نكون معه. الوثق في المستقبل قد يقدم على تفاوض أو هدنة أو انسحاب طالما عينه على المستقبل. النقطة السابعة، ليس حتما أن يكون التفاوض مبادرة ما بين طرفين، يمكن لطرف واحد فقط أن يقلب الطاولة. الأمر الثامن، التفاوض هو استكمال للمسار وليس وقف للتدافع. السبب الثامن او التاسع، المجتمعات تبنى على التنازلات المتبادله. مهاتير محمد عنده مكون صيني، عنده مكون هندي، عنده مكون ملاوي، عاشوا حرب اهليه 1964 ثم قرروا ام هذا الخيار، اما ان نعيش في قراء متحاربين او اغنياء متعاونين، اختاروا الاختيار التالي. النقطه العاشره عشان تكون في ذهننا، مش كل المعارك بتكسب بلمس الاكتاف، هناك معارك تكسب بالنقاط. فاعتقد لو العقل السياسي الذي يتحرك في هذا الاطار يمكن ان يختصم مع المصالحه، ويمكن ايضا ان ينحاز الى اللاعنف، ولكن عينه على المستقبل. ليست المصالحه تقيم باب الحرام او الحلال او النفع او الضر، ولكن تقيم من زاويه هل ستؤدي لمستقبل احسن لمصر والمنطقه العربيه ولا لا. شكرا.